الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء والسلامة من كل مكر وسوء ومن كل وباء في هذه الظرفية. أخي، من خلال التعليم عن بعد سنتطرق إن شاء الله إلى حل الفرض المحروس داخل القسم استنتيك بني ملال المغرب، بروغراماسيون اورينتي اوبجي، برمجه الكائن، فرض محروس رقم واحد. اذا تطرقنا في الفيديوهات السابقه الى مهاره كيفيه خلق كلاس كونستركتور جيتر سيترز ستاتيك ميثود كومباريزون. خلقنا كلاس جوور، يعني لاعب عنده رقم اللاعب، انه الاسم ديالو، عدد الاهداف والمركز الذي يشغله، ثم عدد الكائنات أو الكائنات من صنف جوهر التي خلقناها، وقلنا بأن نيميرو جوهر أو رقم اللاعب سيأخذ أرقام متتالية ابتداء من الصفر، يعني أوتو انكريمونت. وبالتالي قمنا ببرمجة public static int number d'objet égal à 0 égal à 0، ودرنا 10 نيميرو جوهر يساوي ام بيت جوهر. ثم خلقنا كونستركتور ديفولت كونستركتور كونستركتور دوبجي وراء اوبجكت كونستركتور، ثم دالة تقوم بنشر جميع المعطيات المتعلقة بلاعب، ثم دالة تقوم بالمقارنة بين لاعبين، لاعبين. السؤال كان يحتوي على لاعبين متساويين إذا كان لهما نفس البوست. إذا سننتقل إلى السؤال رقم 2، وهو سؤال كلاسيكي جدا. إذا سيعلمنا كيفية استخدام ليست ولا ثم برمجة الدوائر الاعتيادية كإضافة، بحث، تغيير، ثم حذف. وبالتالي كريا لا كلاس ايكيب، اذا اراد كريا لا كلاس ايكيب، نيميرو ديكيب، نون ديكيب، ليست دو جوار. دائما كلاسيكيا الأسئلة تكون على هذا المنوال، يعطيك كلاس ثم يعطيك كلاس آخر، وعبارة عن مجموعة من الكلاس الأول. مثلا جوار إيكيب، إيكيب يعني فريق، فريق هو مجموعة لجوار. سيعطيك مثلا أستاذ، ثم لائحة الطلبة، لائحة الطلبة التي يدرسونهم، لائحة الطلبة التي يدرسها هذا الأستاذ. ثم يمكن أن يعطيك مثلا أوتيل، ثم لائحة الشومبر أو لائحة النزل مثلا، إذن كذلك يمكن أن يعطيك مثلا طالب ولائحة الدروس التي يتابع. إذن دائما في السؤال رقم واحد يقول لك اكتب درس، ثم في السؤال رقم ثاني يقول لك اكتب كلاس طالب يقوم بدراسة مجموعة من الدروس. إذن هنا لاعب وهنا فريق يحتوي على ليست مجموعة لاعبين، ثم يقول لك برمج الأشياء التالية. إذن لنبرمج الصنف إيكيب، نيميرو ديكيب، نون ديكيب، ليست جوار. يا بسم الله. إذن سنقوم بزر أيمن على اسم المشروع، إضافة أعد، نيو آيتم، يعني عنصر جديد، ثم سنختار إن شاء الله كلاس، ثم سنعطيه الاسم الذي مطلوب في الامتحان، مثلا إيكيب. إيكيب. إذن يا بسم الله إيكيب. سنقوم بتكبير تكبير الكتابة، ثم سنبرمج إن شاء الله بريفايت الخواص الاعتيادية، مثلا إنت، مثلا نيميرو ديكيب، ثم بريفايت، مثلا بريفايت. هنا ليس مطلوب بريفايت لونكابسولاسيون، سأتطرق إن كان يريد لبروبريتي، وبالتالي سنستعمل بريفايت. إن لم يطلب بروبريتي لا داعي لكتابة بريفايت في الامتحان، لكي لا تضطر إلى كتابة getters أو بروبريتي. وبالتالي ماذا السؤال يحتوي على بروبريتي، وبالتالي سنستعمل برينسيب دو دونكابسولاسيون بريفايت. إذا بريفايت سنعطيه string، ثم سنعطيه اسم الفريق، ثم اسم الفريق، ثم لائحة اللاعبين. إذا public سأعطيه إن شاء الله ستكون عبارة عن list خاصة باللاعبين الجوار. لاحظ سأسميها إن شاء الله list جوار تساوي
voilà new list جوار الحمد لله ثم constructor par default voilà ثم اذا ايكيب الحمد لله ايكيب نيميرو ديكيب بلون ديكيب ثم لائحه اللاعبين ساقوم بخلق ان شاء الله الكونستركتور اذا الكونستركتور العادي ان شاء الله هو كونستركتور ايكيب voilà عندما لا نعرف خواص المرتبطه بايكيب الشيء الثاني ان شاء الله ساقوم ببرمجه ثم ببرمجه مثلا كونستركتور دينيسياليزاسيون وبالتالي انت ا ثم سترينج بي ثم ان شاء الله ليست ولا ايكيب سأعطيها L إن شاء الله ثم سأبرمج الأشياء التي يليها فوالا this point numero يساوي A ثم إن شاء الله this point non d'équipe تساوي البارامتر الثاني يمكن تسمية نيم E non E list كما هي ولكن كما يمكن إعطاء أسماء عادية إذا this point ليست جوار ماذا تساوي تساوي ليست ال اذا يلزمني فاصله منقوطه فوالا اذا ان شاء الله كونستركتورات اذا ساقوم ب ليست جوار ليست جوار استسمح هنا ليست فوالا جوار استسمح فوالا لان ليست جوار ثم ساقوم ببرمجه les propriétés publiques les propriétés publiques تحمل int تردويت نيميرو ديكيب تطرقنا في الفيديوهات السابقة في هذا الامتحان كيفية برمجة الجيترز والسيترز هنا ان شاء الله سنستعمل مهارة البروبريتي دائما البروبريتي تكون فيها get ثم ان شاء الله فاصلة منقوطة ثم ان شاء الله set فاصله منقوطه ثم هنا ان شاء الله return this point numero d'équipe voilà اما هنا فسيكون عندي ان شاء الله this point set يعني ستغير تساوي value voilà اذا الحمد لله هذه عباره عن بروبريتي تمكننا من الوصول الى الخاصيه private numero d'équipe لكي لا اضيع عليكم الوقت control c سأقوم كنترول V ثم كنترول V ثم إن شاء الله المرة الثانية سأعتمد على نو وهنا إن شاء الله نو ولكن هنا سأقوم ب string ثم هنا إن شاء الله سأقوم ببرمجة نو فوالا إذا البروبريتي نو إذا كذلك بروبريتي نو هنا البروبريتي ليست إذا هنا البروبريتي ليست سأستعمل ليست إن شاء الله ثم سأمرر لها جوار ولا ولا هنا هنا ليست ليست جوار رتورن ديس و ليست جوار ثم ديس بوان ليست جوار إيكالا فاليو الحمد لله إذا قمت ببرمجة بروبريتي ثم برمجة الكونستركتورز سأتطرق إلى التمرين إذا كلاس كونستركتور بروبريتي ثم سأبرمج أجوتي ثم سأبرمج شيرشي موديفي سوبريمي إي لي زيكسبسيون إكسبسيون في امتحان إكسبسيون قال لك بأن إكسبسيون سور مثلا لو مثلا لو نون ديكيب لو نون ديكيب doit مثلا être doit être doit مثلا doit être de longueur مثلا longueur supérieure ou égale à 3 caractères اذا هنا être استسمح الفرنسي عندي ضعيف جدا longueur voilà longueur supérieure égale à 3 إذا لي زيكسبسيون إذا سأبرمج هذه الاستثناء إذا لن أقبل أي شيء إلا إذا كانت نون ديكيب عدد حروف
حروفها أكبر من أو يساوي 2، وبالتالي قبل الكونستركتور سأقول. وعليكم السلام. أهلا، واكم داير أخويا؟ استسمح، كما قلنا سنبرمج استثناء أو إكسبسيون، إذا لن ندع المبرمج يقوم بتعريف متغير ذو طبيعة كائنية إلا إذا كان نو، يعني هنا يعني نو ديال ليكيب أكبر من أو يساوي 2، وبالتالي سنبرمجها، يعني عدد الحروف ستكون أكبر من أو يساوي كما قالوا في الامتحان أكبر من أو يساوي 3، وبالتالي سنستخدم بي سترينج مثلا لينث وعلى أكبر من أو يساوي 3. إذا كان ال بي بوينت لينث أكبر من أو يساوي 3 سنقوم بالسماح له بتعريف متغير ذو طبيعة كائنية. كنترول سي أو كنترول إكس كنترول في. أما إذا كان العكس إلز سنقوم ببرمجة استثناء إلز تراي كاتش ثرو نيو إكسبشن exception throw new exception بين قوسين سنمرر له نص الاستثناء. attention ولا attention مثلا attention لين مثلا mon équipe خاص يكون اكبر من او يساوي 3. فوالا، يجب اعتراض هذا الاستثناء في الكلاس مين باستعمال تري كاتش. فوالا، اذا سنقوم ببرمجة تري فوالا نيو كاتش تري فوالا كاتش، يعني حاول مع هذا الجزء. اما اذا كان هناك اشكال قم بالدخول الى هذا الحيز اكسبشن اكس فوالا، ثم سنقوم ب كونسول ان شاء الله بون رايت لاين فوالا بين قوسين، ثم سنقوم ب اتونسيون مثلا هنا زائد اكس بوان ميساج او استسمح زائد اكس بوان زائد اكس بوان تري كاتش تسميح كاتش سي فوالا ثرو اكسبسيون فوالا. وهنا سنترك الفويد مين او الجزء الرئيسي الى اخر فيديو للتاكد من صحه الكود المكتوب في الكلاس ايكيب اي جوار. اذا الحمد لله قمنا ببرمجه جزء من الكلاس ايكيب، سنترك البقية إن شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله من الفيديو. شكرا على الانتباه ديالكم لكي لا أطيل، وإلى اللقاء.